أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خرج جيران لنا من بيتهم قبل مدة طويلة واستوطن الجن في هذا البيت. أي حرام يطلعون منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وقاموا بالخروج على أطفالنا والتلبس ببعضنا، فهل يجوز لنا أن نجعل مسجلا للقرآن في هذا البيت وأن نقرأ فيه، وما هي الطريقة الصحيحة في إخراجهم؟ خاف يأخذون المسجل، ما هو هذا، ما هو بحل هذا، لكن الاستعمال الورد والذكر، استعمال الورد والذكر، ما هو بالمسجل، المسجل حديد ما، لكن أنت تورد في البيت وتقرأ القرآن أو أحد من أهل البيت يقرأ، هذا هو الذي ينفع الله به، أما مسجل حديد ولا يهم الجن. نعم.